مرحبا، معكم سهى من سهى's dishes. وصفة اليوم طريقة تحضير يخنة الفاصوليا العريضة الخضراء، وممكن نستخدم الفاصوليا اليابسة. تعتبر هالوصفة من أنواع اليخاني اللبنانية المفتخرة. بهالفيديو رح تشوفوا طريقتي بتحضير هالوصفة. بتمنى تشتركوا بقناة سهى's dishes على يوتيوب، صفحتي على الفيسبوك سهى's dishes، تابعوني على انستغرام. خلينا هلأ نشوف المكونات وطريقة التحضير. بالبداية رح احكي عن نوع اللحمة اللي رح استعملها بهالوصفة. اشتريت لحمة كاستاليتا مع العظمة، ريب اي ستيك بون ان. اكيد هالنوع من اللحمة بنقدر نلاقيها بالمحلات من دون العظمة، بس انا عن قصد بشتريها مع العظمة، لانه العظمة بتعطي نكهة وطعمة كتير طيبة باي وصفة، خصوصا باليخانة. هلأ بقطع اللحمة بالحجم اللي بدي اياه. عادة منقول لليخانة تقطيع راس عصفور، وببلش بطريقة التحضير. بالطنجرة اللي رح اطبخ فيها بولع النار تحت الطنجرة. حطيت ملعقة كبيرة ملعقة طعام سمنة، وملعقة كبيرة زيت زيتون. اكيد بنقدر نطبخها بس زيت وبسمنة بس، من دون يعني ما نعمل هالخليط. انا بحب اخلط بين الطعمتين لهالسبب، بحط ملعقة زيت زيتون وملعقة سمنة. كمان اذا ما عندكم سمنة ممكن ملعقة كبيرة من الزبدة. بزيد عليهم كمية البصل، عندي 100 جرام من البصل، حوالي 3 ارباع الكوب. طبختي مش كتير كبيرة لهالسبب ما رح كتر بصل. بقلب البصل، بعمل سوتيه للبصل بالزيت وبالسمنة، بس حتى البصل يدبل وما يعود مبين انه بصل ني. بعدين منضيف عليه التوم. عملت سوتيه للبصل تقليب من وقت للتاني لمدة 3 دقايق بس، مش رح نحمر البصل. هلأ اضيف كمية التوم، 6 حصوص من التوم، فرمتهم فرم ناعم. كمان ممكن نهرسهم وممكن تقطعوهم تقطيع اكبر حسب ما بدكم. المهم انه التوم نكهته اساسية بهالوصفة وباي وصفة، يعني التوم بطيب كل الطبيخ. بقلب التوم حتى بلش شم الريحة، ما بدنا نحرقه ولا بدنا نشقره، بس تقليب سريع بالكتير دقيقة واحدة. بضيف بعدين عليهم مباشرة اللحمة اللي قطعتها. اللحمة خياركم انتو، بتحبوا تستخدموا لحمة مدهنة، لحمة هبرة، حسب ما بدكم. كمية اللحمة اللي قطعتها 400 جرام. الكمية كمان بتتعلق فيكم انتو، ممكن تقللوا ممكن تزيدوا حسب رغبتكم. هيدي اللحمة كتير بتطلع طيبة باليخانة لأنها مدهنة، وبالوقت نفسه بس تستوي كتير بتكون طرية وبتمعس، يعني بتبقى دايبة دوبان. بقلب اللحمة مع البصل والثوم. هلأ بزيد كمية الملح والبهارات، ملعقة صغيرة ملح، نص ملعقة صغيرة سبع بهارات. عندي خلطة السبع بهارات، رح تلاقوا الرابط بصندوق الوصف. اللي بيحب يعملها بالبيت يتعلمها، بتحضروها بالبيت. نص ملعقة صغيرة قرفة، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. بحركهم مع بعض، بنزلهم على اللحمة، بنقلب اللحمة حتى ما تعود مبينة إنها ني. احنا هون مش قصدنا انه اللحمة تستوي، قصدنا انها تتقلب وتاخذ من النكهة والطعم الموجودة. وبعدين نضيف عليها المكونات الباقية. نشوف كم دقيقة رح نقلب اللحمة. التقليب على حرارة متوسطة، ما بنحتاج لوقت طويل، 3 دقايق وهيك صار شكل اللحمة. ريحتها بتشهي، بلشت تطلع الريحة الطيبة.
هلا رح زيد 4 حبات من البندورة حجم صغير، الوزن بيطلعوا 450 جرام. قشرتهم وقطعتهم تقطيع خشن بالشكل اللي انتو شايفينه. بقلب اللحمة مع البندورة، دايما بحب اخلط باليخامة بين البندورة الطازة والتوماتو صوص، صوص البندورة. ناخد نكهة من النوعين، من البندورة الطازة ومن البندورة الصوص المعلبة. بقلب اللحمة مع البندورة، وهلأ رح غطي الطنجرة، وبس يبلشوا كلهم يغلوا بخفف النار وبترك البندورة واللحمة يغلوا مع بعض على نار خفيفة، مدي بين 10 دقايق والربع ساعة. شايفين هيك بلش الغليان. هلأ بخفف النار وبتركهم يغلوا على نار خفيفة حتى شوي يستووا مع بعض قبل ما نضيف المي. بعد ما نضيف المي بدنا نترك اللحمة تستوي على وقت طويل. كل المكونات والمقادير بتلاقوها مكتوبة بصندوق الوصف بالعربي وبالإنجليزي وبكل التفاصيل. بعد مرور 10 دقايق هيك منشوف شكل اللحمة والمرقة. البندورة بتنزل ميتها، الريحة ولا أطيب من هيك، بتشهي. هلا رح زيد العظمة، أطيب عظمة بالعالم، من حظ اللي رح ياكلها بعدين. رح زيد كمية المي، مي عم تغلي، 1 لتر من المي. بكون حاطة بطنجرة صغيرة على جنب المي لتوصل للغليان. هلأ برفع النار، كانت الحرارة على الخفيف، برفع الحرارة لحتى يبلش الغليان. وقت ببلش الغليان نرجع منخفف النار على الحرارة الخفيفة ومنغطي الطنجرة ومنترك اللحمة تستوي حتى تدوب وما نعود شايفين أي أساوي فيها. من أهم خصائص اللحمة اللي بنطبخ فيها أي وصفة نحن وعم ناكلها بدنا نقول هاللحمة دايبة. وقت بتكون اللحمة دايبة يعني بتكون كتير طيبة. وهيك بلش الغليان على الحرارة العالية، خفف النار على الآخر، يعني كتير النار بدها تكون خفيفة. اللحمة لازم تستوي على نار خفيفة. منشوف قديش بتاخد معنا وقت. أكيد بتقدروا تطبخوها بطنجرة الضغط إذا أنتوا بتفضلوا هالطريقة. أنا رح أطبخها بالطريقة العادية اللي شفتوها، بترك اللحمة على النار الخفيفة حتى تستوي كليا. بهالوقت بسلق الفاصوليا. سلقت 1/2 كيلو فاصوليا عريضة خضرة. هالنوع من الفاصوليا موسمها بلبنان بأول الخريف، منشتريها ومنفرزها. هون بأمريكا مش متوفرة خضرة، متوفرة يابسة. أنا جبتهم معي من لبنان، تركتهم بالفريزر. وقت بدي استعملهم بسلق 1/2 كيلو فاصوليا بليتر مي على نار خفيفة حتى تستوي الفاصوليا. بشيلهم عن النار، بصفيهم من المي مباشرة، بغمرهم بمي عادية وبتركهم على جنب لتستوي اللحمة. مثل ما انتو شايفين هيك الفاصوليا مستوية وحاضرة لنزيدها على اللحمة بانتظار انه اللحمة تستوي. بحب بالاخر زيد على هالوصفة آلية التوم والكزبرة مع الزبدة. طبعا في ناس كتير بحبوا يحضروها من دون الآلية، هذا الشي بيرجع لإلكن حسب ذوقكن. أنا بحب زيد بالآخر عليها الآلية، 2 كبار ملعقة ملعقتين طعام زبدة، 1/2 كوب كزبرة خضرة مفرومة، 2 حصان ثوم مهروسين مع 1/2 ملعقة صغيرة ملح. بقلبهن شوي بمقلاية صغيرة على النار وبنزلهن آخر شي على الفاصوليا. بس هي هي المكونات اللي بنحتاجها بالآلية. اللحم استوى، أخذت 2 ساعة لساعتين ونص على النار الخفيفة.
بعد ما تستوي اللحمة بزيد عليها 3/4 كوب من التوماتو صوص، صوص البندورة المعلب. برفع النار، وهلأ صارت المرقة عم تغلي على النار العالية. خفف النار، بغطي الطنجرة وبترك الطبيخ يغلي بين 5 و7 دقايق قبل ما نضيف الفاصوليا المطبوخة. صفيت الفاصوليا المطبوخة وهلأ بضيفها على المرقة. بنخليها كمان تغلي 5 دقايق مع المرقة. شايفين؟ بس نزيد أي مكون بيوقف الغليان. برجع بعلي النار، برفع الحرارة حتى نرجع نوصل للغليان. بس نشوف الغليان الكامل، إذا بدنا نخفف النار ساعتها منخفف النار. رح أترك الفاصوليا تغلي على نار متوسطة 5 دقايق. بهالوقت رح بلش مباشرة على تحضير القلي. بمقلاية صغيرة على نار وسط بقلب مكونات القلية. ما بدنا نحمر الثوم ولا بدنا اياه ياخد لون، بس تقليب دقيقة دقيقتين بالكتير. بعد ما قلبهم مثل ما انتم شايفين رح زيد هون على الطبيخ مباشرة، يغلوا مع بعض دقايق قليلة بتصير طبختنا جاهزة للتقديم. بعد ما زيد القلية على الطبيخ بدوق الملح. بس دقت الملح لقيت انهم بحاجة لنص ملعقة صغيرة من الملح. بهالمرحلة انتو دوقوا الملح وزيدوا حسب رغبتكم. مرقة البندورة غلت بالاول 5 دقايق، زدنا الفاصوليا خليناها تغلي 5 دقايق، وبعدين زدت القلي وخليتها تغلي كمان 5 دقايق تانيين. هلأ الطبيخ صار جاهز، بطفي النار. من أطيب وأشهى أنواع اليخانة اللي ممكن نحضرها. اللي بيميز هالفاصوليا عن غيرها إنها قد ما تستوي ما بتطلع القشرة عنها. شايفين اللحم اللي على العظم؟ لحمة دايبة، ولا أطيب من هيك طبخة. هلأ منقدمها مع الرز المفلفل مع الشعيرية. وهيدا شكل الفاصوليا النهائي بطبق التقديم. شكلها بيحكي عنها، من أطيب الطبخات. شو بينقصها حتى تكون طيبة؟ فيها أطيب النكهات وأطيب المكونات. تتقدم مع الرز المفلفل. طريقة طبخ الرز موجودة على الرابط بصندوق الوصف. عندي فيديو بالسابق لطريقة طبخ الرز. وهيك اكتملت طبختنا وصارت جاهزة للتقديم. بتمنى تجربوا هالوصفة وإن شاء الله تعجبكم.